ولمناقشة آخر مستجدات الأزمة في اليمن معنا من إسطنبول الأستاذ صالح الجبري رئيس مركز يني يمن الإعلامي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. تحذيرات من مجاعة في اليمن بعد سنين طويلة من الأزمة، من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن وصول الأمور إلى هذا الحد باعتقادكم؟ شكرا جزيلا. ليس بجديد من هذه التحذيرات، جاءت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وتتحمل الأمم المتحدة الجزء الأكبر في اعتقادي، لأنها للأسف الشديد غير جادة فيما تطالب به العالم من يعني تسليم التبرعات التي قدمت لليمن، وإن كانت قليلة جدا وللأسف تذهب إلى غير محلها. الأمم المتحدة عمالها وأفرادها في الميدان، خاصة في المناطق التي تحصلت الميليشيات الحوثي، هم أتباع ميليشيات الحوثي، هم الذين يأخذون ما تأتي به المنظمات الدولية ويوزعونها على المقاتلين في جبهات القتال ضد الشرعية. أيضا تتحمل المسؤولية ضعف الشرعية، الشرعية لا يوجد لديها أدوات في الميدان في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي وضعف الشرعية هم المسؤولين عن التردي الأوضاع الإنسانية. نعم. والخدمات في اليمن كلا بحسب يعني سيطرته على المناطق التي تحت سيطرته. نحو 20 مليون يمني تهددهم المجاعة بحسب الأمم المتحدة، في هذه الأزمات الكبيرة ألا ينتظر من المجتمع الدولي موقف أكثر حزم تجاه هذه الميليشيا؟ وما الذي أوصل الحال في اليمن إلا لأن المجتمع الدولي للأسف الشديد يكتسب الأموال في هذه الحروب. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تبيع كل يوم يعني بين كل فترة وأخرى أسلحة حديثة متطورة إلى دول الاتحاد العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، وأصبحت السعودية هي أكبر مستوردة السلاح تقريبا في العالم. يعني هم مستفيدون من الحرب في اليمن، الحرب طالت، الأوضاع يعني أصبحت سيئة جدا، أصبحت مجاعة أكبر مجاعة في العالم تصنيف الأمم المتحدة، الشرعية ضعيفة قرارها ليس بيدها، الحوثي يعني يهيمن ويتمرد على الشرعية الدولية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للأسف الشديد أيضا سلك مسلك سيء في المناطق الجنوبية. إذا الوضع في اليمن وضع سيء جدا، والعالم يتفرج على ما يحدث في اليمن. نعم، الكل يتفرج على ما يحدث هناك، حتى ميليشيا الحوثي التي يعني تسيطر على أجزاء من اليمن تحتجز كميات كبيرة من المساعدات الطبية والأدوات اللازمة لمواجهة أزمة كورونا، هل من مصلحة هذه الميليشيا إبقاء اليمن في دائرة الصراع والأزمات؟ هي تريد أن تستعطف العالم تحت مسمى الوضع الإنساني في اليمن، هي تكذب، هي تنافق. يعني ميليشيات انقلبت على شرعية، ميليشيات قتلت معارضيها، ميليشيات طردت كل من يرفع صوته عليه، ميليشيات لا تتعامل مع الناس ومع الشعب ومع الأحزاب إلا بقوة السلاح. من السهل أن تأخذ مجموعة من المواد الغذائية، هي أخذت بلد، ولذلك يعني للأسف هناك ضوء أخضر من بعض الدول الغربية لميليشيات الحوثي أن تتمرد، رغم أن ميليشيات الحوثي لم يعترف بها أي أحد، وبالتالي ميليشيات الحوثي عبر أفرادها في منظمات يعني خارج اليمن يعني تحت مسمى الوضع الإنساني، منظمات تتبع الميليشيات الحوثية مدعومة من حزب الله ومدعومة من إيران في كثير من الدول الغربية تحت مسمى الوضع الإنساني، وهم الذين يأخذون ما يأتي من المنظمات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة، يأخذونها ويوزعونها على جبهات القتال وعلى المقاتلين، ويعني يحرمون يعني ملايين اليمنيين من هذه المساعدات الغذائية. الشعب بلا رواتب في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وهي ما نسبته 20% من مساحة اليمن، أي وكثافة سكانية أكثر من 20 مليون تحت في هذه المساحة، ال 20% من مساحة اليمن. نعم. ست سنوات بدون رواتب، وضع اقتصادي متردي، لا خدمات، لا شيء غير بناء المقابر التي انتشرت في كل المدن اليمنية بسبب تعنت وإجرام ميليشيات الحوثي. وضع في اليمن وضع يعجز الإنسان عن تحليل وتوصيف حقيقي لما يحدث في اليمن، لأنه اختلطت الأوراق في اليمن وكثر المتشاكسون والخصوم داخل. نعم. الساحة اليمنية. في ظل كل هذه الأجواء أستاذ صالح، يتحرك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للدفع باتجاه عملية السلام، هل
تتوقع أن ينجح أو تنجح هذه التحركات في ظل تعنت ميليشيا الحوثي؟ أصيب اليمن بممثلين يكذبون وينافقون. أنا أعتبر بأن مارتن جريفيث هذا يعني أداة أو سبب أحد الأسباب الرئيسة في توسع واستمرار الحرب والصراع في اليمن. كم مرة نادى بحلول سلمية في اليمن ثم بالأخير يذهب إلى سيد ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي ويتقابل معه ويعود ويغير ما تم الاتفاق عليه. أعتقد بأن مارتن جريفيث ممثل الأمم المتحدة الأمين العام المتحدة هو سبب رئيسة واحد الأسباب الرئيسية في إطالة الحرب في اليمن. ابتلى الله الشعب اليمني بيما بن عمر قبل مارتن وقبله الموريتاني وكلهم للأسف الشديد شاركوا في تمدد ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن واستمرارها وعنادها رغم أنهم يعرفون أن الميليشيات هي التي انقلبت على الشرعية وهي التي يعني استوردت السلاح من إيران وهي التي استوردت الخبراء من حزب الله ويعرفون يعني لا ينهار بمؤامرات ميليشيات الحوثي الإيرانية ولم يعترف بها أحد في العالم لكن مع هذا يجدون الضوء الأخضر من مارتن جريفيث لأنه يعني في النتيجة أنتم أستاذ صالح لا تتوقعون نجاح هذه الخطوات. لا جديد في هذه الخطوات، هذه سمعناها أكثر من 10 مرات ويأتي ب يعني صفقة سياسية سلمية. أين الاتفاق السابق في السويد؟ أين الاتفاق السابق في الكويت أكثر من جلسة؟ أين الطاقة السجناء والمعتقلين لدى ميليشيات الحوثي؟ لا يحدث شيء، ما حدث إلا توسع لميليشيات الحوثي. كلما ضعفت ميليشيات الحوثي وحوصرت في معقلها من قبل الجيش الوطني تأتي المبادرات من قبل الأمم المتحدة وعلى رأسها يعني مارتن جريفيث لإنقاذ ميليشيات الحوثي لاستمرار الصراع للأسف الشديد في اليمن. يريدون أن تبقى اليمن متحاربة متصارعة، يريدون أن يعني يقضوا على كل الأطراف المتصارعة في اليمن لتبقى مرتع للدول الغربية للأسف الشديد ولدول الاتحاد العربي. لكن من الناحية الإنسانية وبالنسبة للأوضاع الإنسانية والصحية لابد أن يكون هناك تحرك. نحن نتحدث عن وباء يجتاح معظم محافظات اليمن كما تقول الأخبار وكما جاءت في أكثر من تقرير حول هذا الموضوع، ومع ذلك لا نجد أن هناك حراكا من أجل حماية الناس من هذا الوباء أو من وباء المجاعة القادمة. هناك حراك إعلامي فقط، لكن في الميدان للأسف الشديد الآن يتذرعون بأنه لم يستلموا الدعم الذي تم إقراره في مؤتمر الدعم المانح لليمن في الرياض الذي عقد في الرياض. نعم، وبالتالي يعني هم يتعذرون بذلك. لديهم كما قالوا أنه توقف أكثر من 30 مشروع لدعم اليمنيين في الميدان. سيد العزيز، هناك مؤامرة من هذه المنظمات الدولية من الأمم المتحدة من المنظمات الدولية للأسف الشديد التي معظم عمالها ينتمون إلى ميليشيات الحوثي وهي الحزب وهي النظام السابق. هؤلاء للأسف الشديد أساءوا للمعونات الغذائية وسرقوها وناهبوها واعترفت الأمم المتحدة بذلك واتهمت ميليشيات الحوثي أكثر من مرة. لكن كما يقال يا فصيح لمن تصيح، ما الذي يحدث؟ لماذا لا يعاقب الذي يعني يمنع هذه المواد الغذائيه؟ الشعب اليمني يموت جوع. نعم. المحافظه الجنوبيه في مدينه عدن لوحدها في اسبوعين مات اكثر من 1000 شخص بسبب كورونا وبعض الامراض الاخرى والاوبئه المنتشره في مدينه عدن. لا المجلس الانتقالي قدم شيء للمحافظه الجنوبيه المدعوم من الامارات الذي وعدتهم بان تحول مدينه عدن الى دبي الثانيه، ولا ميليشيا الحوثي قدمت شيء في الشمال للشعب اليمني الا الفقر والجوع وكثرة المقابر ولا شرعية. نعم. يعني أخذت بواجبها واستقلت بقرارها وعادت إلى الوطن لتدير اليمن من الداخل. هذه مشكلة. شكرا. نعم، شكرا لك أستاذ صالح الجبري رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.